تقترب السلطات المغربية وفرق الإغاثة من إنقاذ وإخراج الطفل المغربي ريان في ظل تواجد مروحية طبية وفريق طبي متخصص يتولى إخراج الطفل حفاظاً على صحته. وتواصل فرق الإغاثة جهودها المضنية لإنقاذ الطفل ريان العالق لليوم الخامس في بئر في شمال المغرب في سباق محموم مع الوقت وبالتوازي. تواصل خلية الأزمة المغربية والتي تعمل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للطفل مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة. لبيك لا شريك لك.